وللتعليق على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي، ينضم إلينا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين عبر الهاتف. حياك الله دكتور. دكتور عبد الحميد هل تسمعني؟ مرحبا، حياكم الله. أهلا، حياك الله دكتور في جولة العراق اليوم الإخبارية من قناة الرافدين. بداية، ما هدف رئيس فرنسا الرئيسي لكيل هذا الاتهام الخطير للإسلام والمسلمين بأن الإسلام يعيش أزمة؟ ما هي الدوافع برأيكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع مشاهدي قناتكم المباركة. وقبل أن أجيب على هذا السؤال، حقيقة هل نسأل بالمقابل، هل يوجد أمة من الأمم تعرضت للاضطهاد مثل ما تتعرض له الأمة الإسلامية؟ لا نتكلم عن التاريخ القديم وإنما عن الحاضر اليوم. هل يوجد أمة أو دين من الديان يتعرض لما يتعرض له المسلمون، سواء كان في الشرق الأوسط أو في المشرق أو المغرب؟ لكن هؤلاء يتناسون تلك المجازر التي ارتكبوها ضد المسلمين، منها فرنسا المجازر التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري، ومنها ما ارتكبته في أيامنا وسنواتنا الحاضرة أمريكا من مجازر ضد الشعب العراقي في احتلالها للعراق، وما ترتكبه اليوم هنا وهناك، وأيضا يغضون الطرف عما يرتكبه الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كل ذلك يغضون الطرف عنه ويحاولون أن يهولوا من بعض الأعمال هنا وهناك لأغراض ولغايات بعيدة كل البعد عن الواقع. أما ما نأتي إلى ماكرون هذا وتصريحاته، فهناك عدة دوافع تقف وراء إطلاقه مثل هذه التصريحات، منها أمور داخلية، خلافات داخلية في بلاده، وبعض الصراعات بينه وبين الأجنحة الأخرى والأحزاب الأخرى، أو للتغطية على بعض الفشل الذي يواجهه أو يعني لاقاه وفشل به وحكومته في إدارة الكثير من الملفات. الأمور الأخرى التي هي كما قلنا ربما لها بعد أيضا، أمر آخر ربما لها بعد اقتصادي في حربه أو صراعاتهم هم في أوروبا ضد بعض الدول الأخرى، ومنها صراعهم ضد تركيا. كل هذا ربما تقف وراء هذه التصريحات، وقبل ذلك كله الحقد العقدي الذي يحمله ماكرون ومن يمثله. ما هي القاعدة التي استطاع أن يستند إليها ماكرون لتوجيه هذا الاتهام إلى الإسلام؟ هل تعتقد أنه يعني بني على معطيات ووقائع حقيقية؟ كل المعطيات والوقائع والأرقام والإحصائيات، حتى التي حددتها المراكز والصحف ومراكز الدراسات ونشرتها صحف غربية أوروبية، تخالف هذا المنطق الذي قاله هذا التصريح. يعني على سبيل المثال، ما يتحدثون عنه وينسبونه إلى الإسلام وإلى المسلمين من أعمال ويصفونها بأنها إرهابية، لا تمثل هذه الأعمال التي تنسب للإسلام في أوروبا لا تمثل إلا 2% وأكثر شيء 6% في أمريكا تحديدا، أوروبا وأمريكا مع بعض بين 2% وإلى 6% من مجموع الأعمال الإرهابية التي تمارس أو تقع هنالك. فضلا عن هذه النسبة الكبيرة، الفرق في النسبة، عدد الضحايا الذين يقعون نتيجة هذه الأعمال وهذه، لكنهم أولا من جانب يغضون الطرف عن تلك الأعمال التي يرتكبها آخرون، وثانيا يبالغون في هذه الأعمال التي ينسبونها للمسلمين ويعممونها ويتهمون بها كل المسلمين، فهذا من باب رمتني بدائها وانسلت. طيب، هل التصريحات الرئيس الفرنسي عما سماه أزمة الإسلام تندرج في سياق صعود اليمين المتطرف في أوروبا وهجومه على الإسلام والمسلمين؟ يعني هذه أحد الأوجه التي أشرت لها في كلامي قبل قليل، أن هنالك صراعات داخلية داخل أوروبا ومنها فرنسا، وهو منه اليمين المتطرف الذي يتبنى هذا المنهج العدائي ضد الإسلام والمسلمين، فهي رايات عقدية دينية
تمتد جذورها إلى قرون ماضية عميقة جدا، وربما لا نبالغ إذا قلنا هي امتداد لحروبهم الصليبية التي لم تتوقف ضد الإسلام والمسلمين. إذن لماذا لم نرى لحد الآن موقفا رسميا من الدول الإسلامية ومن منظمة التعاون الإسلامي والهيئات الدينية المسيئة للإسلام؟ يعني تقصد الهيئات الدينية الرسمية، ليست لأنه الهيئات الدينية ومؤسسات العلمائية نددت بمثل هذا التصريح وبغيره، أما للأسف المؤسسات الرسمية فهي باتت ممثلة أو ناطقا رسميا للحكومات الرسمية، والحكومات الرسمية اليوم في بلادنا العربية هي في موقف ضعيف جدا، لا تمثل الإسلام ولا لا أتكلم عن الجميع، لكن الكثير منها للأسف لا يهتم بما يعانيه المسلمون لا في بلادنا ولا في غير بلادنا، وإنما الكثير للأسف ينظر ويفكر من زاوية بقائه في السلطة والمصالح السياسية التي تربطه بهذا البلد أو ذاك، والائتمار والخضوع ربما للإرادات الخارجية والنظام الدولي الذي بات يتحكم باقتصادهم وبأمنهم مع الأسف. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.